البحث المتبادل بين ملفين. لاحظ ملف بطارية، مفتاح، مقاومة متغيرة. طبعا مقاومة متغيرة الريستات وظيفتها التحكم في شدة التيار، المفتاح لفتح وغلق الدائرة. طبعا هنضع في الدائرة الثانية جهاز للاستدلال على مرور التيار ومعرفة اتجاهه. طبعا انسب حاجة اللي هو الجلفانوميتر او ميلي اميتر. جلفانوميتر الدائرة التي يمر فيها التيار هتسمى ملف ابتدائي او الدائرة الاولى، لاحظ عند غلق الدائرة، عند غلق الدائرة يمر التيار في الاتجاه الاصطلاحي، فيتكون مجال مغناطيسي في ملف لولبي، وبتطبيق قاعدة اليمنى هيكون هنا قطب شمالي، ان اتجاه التيار في هذا الوضع بالقبض على اليد اليمنى، باليد اليمنى، وكان اتجاه الأصابع هو اتجاه التيار، فإن الإبهام يشير اتجاه القطب الشمالي. ماذا ستلاحظ؟ طبعا هذا المؤشر ينحرف لحظيا ثم يعود مرة أخرى للصفر. تعال نفسر السبب، لأن عند مرور تيار ينمو خطوط مجال مغناطيسي قطبها الشمالي بهذا الاتجاه، وحسب قانون لينز ينشأ حس كهرومغناطيسي أو قوة دفع مستحسة عكسية. فلما يكون اتجاه المجال بهذا الوضع ده شمالي، يتكون هنا شمالي، فيسمى هذا التيار مستحس تيار مستحس عكسي، تيار مستحس عكسي عكسي. ليه هنا قلنا عكسي؟ حسب قانون لينز ان اتجاه التيار يعاكس السبب الذي احدثه او يقاوم او يقلل. فاذا تكون عند لحظة الغلق، يبقى نقول هنا عند لحظة غلق الدائرة، غلق الدائرة، فينشأ تيار مستحس عكسي في هذا الوضع. طيب نفس الرسمة دهيت نفس كل شيء، ونيجي نفتح الدائرة، نفتح الدائرة. عند فتح الدائرة نلاحظ، عند فتح الدائرة نلاحظ أن الجلفانوميتر ينحرف في الاتجاه، في هذا الاتجاه أيضا لحظيا ثم يعود للصفر. دليل على أن خطوط المجال تبدأ، طبعا احنا في بادئ الامر ان ده قطب شمالي، تبدا تنهار خطوط المجال مع انهيار التيار. في نفس اللحظه، في نفس اللحظه بيتكون هنا قطب جنوبي يقلل بهذا الوضع. طبعا كان ده شمالي في الوضع ده كده شمالي، فيتكون هنا قطب جنوبي، فيكون اتجاه التيار المستحس في هذا الاتجاه اتجاه خط المجال، واحنا عارفين خط المجال في هذا الاتجاه، فيكون تيار مستحس طردي، طبعا بيكون لحظي. يبقى امتى؟ عند فتح الدائرة. اذا نقدر نقول ان عند غلق الدائرة، عند غلق الدائرة يبدأ يمر التيار وينشأ مجال مغناطيسي نقود بشمالي حسب قاعدة اليد اليمنى، فينشأ أيضا قوة مستحسة عكسية حسب قانون لينز. إذا كان قطب شمالي يبقى هنا قطب شمالي لحظة غلق الدائرة، يبقى خطوط المجال هتكون بهذا الوضع تعاكس خطوط المجال، وبالتالي التيار يعكس اتجاهه، وذلك عند غلق إيه؟ عند غلق الدائرة. وعند فتح الدائرة ينشأ تيار، عند فتح الدائرة ينشأ تيار مستحس طردي. طيب الخطوة الثانية، تعال بقى عند
زيادة التيار. طب لما نيجي نزود التيار بنعمل ايه؟ يجي بقى دور المقاومة المتغيرة، نكبر المقاومة طريق إيه؟ لكن احنا عايزين نزود التيار مثلا، فعند زيادة التيار وذلك بتقليل المقاومة، نقوم بتقليل مقاومة الجلفانوميتر، تقليل مقاومة الجلفانوميتر، مقاومة الريوستات أو المقاومة المتغيرة. طبعا بينتج عن ذلك ايه؟ زيادة شدة التيار. ينتج عن ذلك زيادة شدة التيار. ايضا نفس الفكرة، عند زيادة التيار يزداد نمو خطوط المجال مع نمو التيار، فينشأ تيار مستحث عكسي ايضا. يبقى التيار المستحث العكسي عند غلق الدايرة او عند زيادة التيار وذلك بتقليل المقاومة، او ان احنا بنيجي نقرب الملف الابتدائي نحو الملف الثانوي فيتولد قوة، يبقى بنقول عند تقريب او تحريك الملف الابتدائي نحو الثانوي. تعال هنا في التيار عند فتح الدايرة او تقليل التيار ايضا. طب تقليل التيار عن طريق ايه؟ زي ما اتفقنا عن طريق زيادة المقاومة. طب عند زيادة المقاومة يقل التيار، فيبدأ التيار يضمحل. معنى اضمحلال التيار معناه اضمحلال خطوط المجال بهذا الشكل. اذا ينشأ تيار أيضا طردي، أو عند إبعاد الملف الابتدائي عن الملف الثانوي. إذا ممكن يقول لك قارن بين التيار المستحث العكسي والتيار المستحث الطردي، يبقى نقول العكسي عند غلق الدائرة في الملف الابتدائي، عند زيادة التيار في الملف الابتدائي، عند تقريب الملف الابتدائي من الملف الثانوي. أما التيار المستحث الطردي بينشأ عند فتح الدايرة، عند تقليل التيار وذلك بزيادة المقاومة أو إبعاد الملف الابتدائي. إذا نستنتج هنا إيه هو تعريف الحث الكهرومغناطيسي؟ هنقول هو الحث المتبادل بين ملفين متجاورين او متداخلين. نقول هو الحث المتبادل، الحث الكهرومغناطيسي المتبادل بين ملفين متقاربين او متداخلين. طب احنا قلنا متقاربين عشان يؤثر، لان يبقى فيه حث متبادل. يعني ايه متبادل؟ معنى متبادل معنى لو التيار مر هنا هتنشأ قوة دفع كهربائية في التيار يسمى الثانوي. طب لو التيار مر في الملف ده هيسمى هذا الملف ابتدائي، وهتكون قوة دفع مستحثة في الملف الثاني وتسمى ملف ثانوي. ولذلك نقول ان الملف الاول يؤثر في الملف الثاني، والمؤثر في الملف الثاني ممكن يؤثر في الملف الاول. ولذلك قلنا ايه هو الحث المتبادل، المتبادل بين ملفين متقاربين او متداخلين. طبعا احنا ممكن قلنا عشان نخلي التأثير اكبر يفضل ان يكونوا ايه متداخلين، او ممكن نستعيد ذلك بواسطة ان نضع ساق من الحديد المطاوع بهذا الشكل عشان يزود النفاذية ونقدر نلاشي الفقد في الحاسس الكهرومغناطيسي. بحيث خلي بقى تعال نترجم الكلام، بحيث ايه اللي حصل هنا؟ بحيث يحدث تغير في التيار في احدهما اللي هو الابتدائي، بحيث عند حدوث تغير في التيار، عند حدوث تغير في شدة التيار وذلك زي ما اتفقنا عن طريق غلق الدايرة، عن طريق زيادة التيار، عن طريق التقريب، يبقى ده كله
بيكون عند حدوث الارتياب، فايه اللي يحصل في الملف الثاني؟ فتنشأ قوة مستحسة، قوة دافعة مستحسة، دافعة مستحسة في الملف، مستحسة في الملف الثانوي. إذن لما نيجي نعرف الحس الكهرومغناطيسي نقصد بالتعريف هنا إيه؟ نترجم اللي فهمناه هو الحس المتبادل بين ملفين متجاورين أو متداخلين، بحيث يحدث تغير في التيار في أحدهما فيتولد قوة دفع كهربية مستحسة في الآخر، قد تكون عكسية وقد تكون طردية على حسب مين؟ على حسب إذا كنا بنغلق الدائرة، إذا كنا بنغلق الدائرة أو بنزود التيار أو بنقرب، ده بنسميه تيار مستحس عكسي، يبقى هو التيار المستحس العكسي لحظة الغلق، لحظة زيادة التيار، لحظة التقريب. أما التيار المستحس الطردي بينشأ عند فتح الدائرة أو تقليل التيار أو إبعاد الملف الابتدائي. طيب تعال نشوف القانون، بنطلع القانون إزاي. قانون سهل خالص وبسيط، إحنا اتفقنا. تعال نترجم التعريف، بنقول بقى بينشأ قوة دفع، نشأ قوة دفع هنا اسمها الكتروماتيف فورس، بس امتى؟ عند حدوث تغير في التيار، تغير في التيار بالنسبة لإيه؟ للزمن. ايه معنى الكلام ده؟ ان كل لما حدث تغير في التيار، كل لما تولدت قوة دفع كهربية ايه مستحسة، بينهم علاقة طردية، علاقة طردية بهذا الشكل. طيب يعني ايه معنى الكلام ده؟ اذا كان التغير في التيار مثلا 10 امبير لكل ثانية هتولد قوة دفع. طب لو تغير التيار معدل 20 امبير لكل ثانية هتدي قوة دفع اكتر. اذا نفهم هنا دي علاقة طردية. طيب امال ما بيساويش بعض ليه؟ لان في عوامل بتتدخل، العوامل دي بتعتمد على النوع، الشكل الهندسي للملفين، عدد اللفات، الوسط اللي هي النفاذية، المساحة الواجهة اللفة الواحدة. اذا نقدر نشيل التناسب دهوت ونحط مكانه يساوي وثابت. الثابت دهوت هنسميه معامل الحس المتبادل بين ملفين. ما ننساش الاشارة ايه؟ السالبة، اللي هي ان اتجاه التيار يعاكس السبب الذي احدث، يبقى السالب عشان الاتجاه وليس المقدار. يبقى لما نيجي نقول ايه هي ميم، هنقول هو معامل الحس المتبادل، معامل الحس المتبادل بين ملفين، المتبادل بين ملفين. طبعا لما نيجي نعرفه، طبعا زي ما اتفقنا ده بيتوقف على الشكل الهندسي، مساحة المقطع كل لفة، لان كل لفة بتكون مجال مستحس وقوة دفع. تعال نعرفه كده، طريقة التعريف سهلة خالص من التعريفات المهمة، لو عرف معامل الحس المتبادل. طريقة التعريف ازاي؟ متى ام تساوي القوة الدافعة؟ متى المعامل يساوي القوة الدافعة الكهربية المستحسة؟ والله لو كان التيار ده 1 امبير والزمن 1 ثانية، خلاص التعريف بقى بسيط وسهل. يبقى لما نيجي نعرف ايه هو معامل الحس المتبادل، هنقول هو القوة الدافعة المستحسة عند حدوث تغير في التيار بمعدل 1 امبير لكل 1 ثانية. كمان مرة، ازاي نطلع التعريف؟ هنقول هو القوة الدافعة المستحسة، يبقى معامل الحس الذاتي. ازاي نطلع تعريف؟ نقول هو القوة الدافعة المستحسة، هو القوة الدافعة المستحسة، بس امتى؟ عند حدوث تغير في التيار. يبقى ده لو القيمه ديت قيمه الام تساوي اي ام اف لما يكون التيار 1 امبير وزمن ثاني، وذلك ان هو القوه الدافعه المستحسه عندما يكون معدل تغير التيار، معدل تغير شده التيار بمقدار 1 امبير لكل ثانية.
مش بس كده نقدر نطلع منه ايه؟ وحدة القياس. تعال نشوف هذا القياس طالع ازاي. افرض عايزين نجيب الام دي في طرف بيساوي، احنا اتفقنا دايما ان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. مين المعامل هنا؟ دلتا تي. يبقى بنقسم على دلتا تي، يبقى المقام هنا دلتا تي، دلتا اي دلتا اي. اما نضرب الطرفين في الوسطين يبقى الالكتروماتيف فورس في دلتا تي. تعال نعوض كده، ممكن نسمي ديت معامل حث المتبادل هنري، نسبة للعالم مين؟ هنري او اتش كابيتال كده. يبقى معامل حث الذاتي اول وحدة قياس اللي هي الهنري. ممكن تاني وحدة قياس نقول عليها فولت في ثانية على امبير. فولت ما فرق الجهد بالفولت والزمن بالثانية ضربة على خط مائل على امبير، او نقول في امبير سالب واحد. يبقى انا فولت في ثانية على امبير، فولت في ثانية على امبير. طيب ممكن نفك دهيت ونحطها عن قانون اوم، مثلث اوم اللي احنا عارفينه، ان بتساوي اي في ار، ما هي فرق الجهد وهنا اي. الاي راح مع مين؟ مع الاي. يبقى ار في دلتا تي، الار بالاوم والدلتا تي بالثانية. اذا برضو الوحدة التانية هنقول اوم ضرب ثانية. ايضا احنا خدنا الكتروماتيك فورس لو تتذكروا خدناها بتساوي الدلتا اي زي ما الدلتا تي زي ما هي، دلتا تي والدلتا اي، وهنشيل الكتروماتيك فورس ونحط مكانها فاي ام على ايه. اذا وحدة قياس الرابعة ويبر، ما دي الفيض بالويبر، والزمن بالثانية على طبعا التيار قصدي على خط مائل متر تربيع، متر تربيع في امبير، المساحة متر تربيع. احنا قلنا الكتروماتيف فورس قوة الدفعة هتساوي دلتا اي دلتا تي، قلنا معامل حث الذاتي ام بالسالب عشان اتجاه ام. ديت وحدة قياس لها في النظام الدولي هنري. اتش ممكن نعرف الهنري. طريقة التعريف ازاي؟ الهنري هو معامل حث المتبادل. الهنري هو معامل الحث المتبادل، بس امتى؟ ما يكون قوة الدفعة 1 فولت وتغير التيار 1 امبير لكل ثانية. يبقى نقدر لما نيجي نعرف الهنري، طريقة التعريف بقى من القانون، الهنري هو معامل حث المتبادل. الهنري هو معامل الحث المتبادل. الهنري هو معامل الحث المتبادل. عندما تتولد قوة دفعة مقدارها كام؟ عندما تتولد قوة دفعة، عندما تتولد قوة دافعة 1 فولت، عندما تتولد قوة دافعة 1 فولت ومعدل تغير التيار ومعدل تغير شدة التيار تكون 1 امبير لكل ثانية. يبقى توصلنا للقانون بيخلينا نقدر نوضح اللي هي وحدة القياس وتعريف معامل الحث. معامل الحث هو قوة الدفع لما يكون تغير التيار امبير كل ثانية. معامل الحث المتبادل هو قوة الدفع عندما يكون معدل تغير التيار امبير كل ثانية. أما الهنري هو معامل الحث المتبادل لما تكون القوة الدفع المتولدة 1 فولت وتغير التيار امبير كل ثانية. لو جينا نقول مثلا ما معنى قولنا، جبناها بشكل تاني كده، EMF بتساوي
بتساوي ام اللي هي معامل اللي هي ام ام اللي هي معامل حاسس متبادل، ودي دلتا تي دلتا اي على دلتا اي تي. لما يجي السؤال مثلا ما معنى قولنا، ما معنى قولنا ان معامل الحث المتبادل، ان معامل الحث المتبادل نص هنري؟ تعريف بسيط وخالص سهل جدا. يبقى متى تكون ديت نص هنري؟ متى يكون معامل حث نص هنري؟ لازم تكون قوة الدفعة نص فولت. بس هتقول كده أي أن القوة الدافعة نص فولت لما يكون معدل تغير التيار 1 أمبير لكل 1 ثانية. تاني، ما معنى قولنا أن معامل الحث المتبادل نص هنري؟ أي أن احتفانا أن لازم يكون الطرفين متساويين، ده 1 أمبير 1 ثانية، لازم يكون القوة الدافعة الكهربية نص فولت عشان يبقى الطرفين متساويين. أي أن القوة الدفع المستحسة، أي أن القوة الدفع المستحسة عندما يكون معدل التيار، عندما يكون معدل تغير التيار، عندما يكون معدل تغير شدة التيار 1 أمبير لكل ثانية، هتساوي نص ايه؟ تساوي نص فولت، نص فولت. وهكذا. من اهم تطبيقات الحث المتبادل المحول الكهربي. يبقى من اهم تطبيقات، ممكن السؤال ده في غاية الاهمية لما نجي ان شاء الله المحول، هيقول لك ما هي القوة الدفع الكهربية بتساوي سالب ام اللي هو معامل حث متبادل دلتا اي تغير في التيار بالنسبة للزمن، بالنسبة للزمن. ممكن نشيل ديت ونحط مكانها قوة الدفع معروفة ان اللي هي عدد لفات في دلتا فاي ام على A. في الحالة ديت ناقص طبعا بالنسبة للزمن دلتا تي بالنسبة للزمن، بالنسبة للزمن، ودي زي ما هي ام دلتا اي على دلتا تي. ايضا نشيل قوة الدفع ونحط مكانها ان على ان في دلتا بي في ايه على دلتا تي، هتساوي سالب ام دلتا اي على دلتا تي. ممكن اذن القوانين التلاتة على حسب معطيات المسألة. فمثلا في حالة عدم وجود الزمن هنشيل الدلتا تي مع الدلتا تي، وأيضا الدلتا تي هنا مع الدلتا تي. ناخد أولا مثال على القانون الأولاني ده، قانون مباشر. هنلاحظ إن كله معلوم ودي بس اللي مجهولة، القوة الدفعة. تعال نشوف المثال ده كده، ده مثال مباشر خالص. بيقول فيه احسب القوة الدفعة المستحسة، معنى ذلك جايب كل شيء معلوم. عارفين قوة الدفع المستحسة الكتروماتيك فورس هتساوي اللي باللون الأسود ده كله معلوم، اللي هي عبارة عن معناها سالب ام اللي هي معامل الحث المتبادل في تغير التيار بالنسبة للزمن. يبقى ده اللي التغير هيحصل في الملف الابتدائي، والقوة الدفع دي هتكون فين؟ في الملف الثانوي. تعويض مباشر، عندنا معامل حث المتبادل 1/10 إشارة السالب عشان اتجاه ضرب، وكان التيار في الملف الابتدائي 4 أمبير، وقال في الآخر
يقل حتى يصل للصفر، يعني معناها الدلتا اي 4 ناقص 0 ب 4 خلال زمن. يبقى نقول ان تغير التيار 4 امبير، والزمن خلال زمن قدره 1 من 100 سنة. 1 من 100 سنة بالآلة الحاسبة هنعوض، هيطلع لنا الكترومتر فورس قوة الدفعة هتساوي 40. طبعا وحدة قياس فرق الجهد ايه او قوة الدفعة فولت. مسألة مباشرة بسيطة مفيش اي فيها مشاكل خالص. تعال نشوف دلوقتي مثال. المثال ده هوت يعني كل طبعا الرسم معلوش درجات، بس الرسم في الحالة دي في المسألة دي بالذات هتسهلك المهمة خالص. احنا عارفين ان ملف روم كورف عبارة عن ملف ابتدائي وملف ثانوي، فيفضل نقوم نرسم كده ملف ابتدائي، وقلنا الابتدائي هو اللي هيمر فيه التيار بالشكل ده، هيمر فيه التيار، وملف ثانوي اللي هيتولد فيه القوة الدافعة المستحثة بهذا الشكل. يبقى ده هيتولد فيه القوة الدافعة المستحثة، يبقى يعني بنسمي ده ملف ابتدائي وده ملف ثانوي، ونكتب ايه المعطيات. ملف رمكورف عدد لفات ملفه الابتدائي، يبقى نيجي عند الابتدائي ونكتب كام؟ 200 لف. يبقى نقول ان في الابتدائي 200 لف، ويمر به تيار كهربي شدته 4 امبير. يبقى التيار اللي يحصل بقى سمينا الابتدائي بقى، لان هو اللي يحصل فيه تغير في التيار مقداره 4 امبير. قلب الملف مصنوع من الحديد، طوله ده ال، ومعامل نفاذية جاب لك الطول. لازم يعني كل معطى ليه هدف، هنا جاب الطول وجاب النفاذية وجاب التيار، يبقى نجيب البي اللي هتنتج في الملف الثانوي. البي بتساوي ايه في الملف الاولابي؟ لانه الملف الاولابي هتساوي ميو في ان في اي على ال في شدة التيار المرة، شدة التيار المرة 4 امبير، 4 امبير. نرسم على طول الملف، طول الملف هنا كام؟ 10 سنتي. 10 سنتي يعني ايه؟ 1 من 10 متر. يبقى ال ال 1 من 10 متر. اذن كثافة الفيض هتساوي بالآلة الحاسبة هتطلع 16 تسلا. طيب بنجيب البي ليه؟ بنجيب البي علشان نقول نطبق القانون اللي هو نجيب القوة الدفع الكهربية المستحثة. المطلوب الأولاني، المطلوب الأولاني احسب القوة الدفع المستحثة في الملف الثانوي. يبقى القوة الدفع نقول الكترومتر فورس، الكترومتر فورس بتساوي سالب ان في دلتا بي في ايه على دلتا تي. طبعا كل معلوم عندنا هنا الزمن موجود، وجاب قطر، القطر نقدر نجيب هنا باي ار تربيع، وعندنا هنا البي جبناها 16 فولت، وعندنا عدد لفات والزمن موجود. اذن بالتعويض اذن يساوي عدد لفات الملف الثانوي، عدد لفات الملف الثانوي، عدد لفات الثانوي كام؟ 10 أس 5. يبقى نقول هنا ان ديت 10 10 أس 5 في السالب ده عشان اتجاه، في البي اللي جبناها اللي عبارة عن 16 تسلا اللي هي قيمتها دهيت، في باي، باي ار تربيع، باي ار تربيع الار بكام؟ طبعا بنقسم، بنقسم القطر ده هوت، ما هو قطره، قطره 3.5 سنتي، نقسم على 12 نجيب نص القطر. هيطلع نص القطر في الحالة ديت 1
حتى بقص عشان نربع، هتبقى نص القطر 1.75 من 100، 1.75 من 100 في 10 أس سالب 2 عشان نحولها المتر انها بالسنتي، الكل أس 2. هنسمع الطول 10 سنتي، 1 من 10 على الزمن 1 من 100، الزمن 1 من 100. هطلع لنا قوة الدفع، قوة الدفع بالآلة الحاسبة هتساوي 1.54 × 10 أس 5 فولت. خلاص جبنا ديت، نقدر نطبق بقى القانون اللي هو دهوت. هنشيل الدلتا تي مع الدلتا تي والام، هيبقى كل معلوم عدا مين؟ الام، كل معلوم عدا الام. الام دي مضروبة في معامل الحس الذاتي، مضروبة في التيار. احنا قلنا التيار قيمته 4 أمبير، 4 أمبير. وعندنا العدد اللفات، عدد لفات عندنا موجودة، والقيمة موجودة. نقدر نجيب الايه هو التعويض، نقدر نجيب الام في طرف بالشكل ده. طيب نقدر نحل مثال تاني، مثال ملف اكس وواي. هنا في الحالة دي يفضل نرسم الرسمة، ملف اكس وواي، ادي ملف، نشوف الحل كده اهو، ملف اكس وملف واي. الملف اكس ده هوت لا يمر في التيار، ملف واي لا يتولد فيه قوة دفع مستحسة بالشكل ده كده، قوة دفع مستحسة. تعال نكتب معطيات الملف واي، عدد لفاته يبقى ال ان هنا 2000. فإذا مر تيار شدته 7 أمبير في ايه؟ يبقى الاي هنا 7 أمبير. طيب في الملف اكس وينتج عنه فيض، يبقى الفاي ام، وينتج عنه فيض في الملف واي، يبقى الفاي ام هنا، فاي ام هنا بتساوي 2.5 × 10 أس 4 خلال الملف واي. احسب معامل الحس المتبادل بعد كده، ثم متوسط قوة الدفع. معامل الحس المتبادل احنا عارفين ان في الحالة دي برضو هنشيل، احنا عارفين ان هنا الان في الفاي ام على دلتا تي هتساوي الام، الام اللي هو معامل الحس المتبادل، اللي هو معامل الحس المتبادل ام في الدلتا اي، الدلتا اي على الدلتا تي. الدلتا تي مع الدلتا تي، عدد لفات الملف الثانوي 2000 في فاي ام، فاي ام بيساوي، الفاي ام بيساوي 2.5 × 10 أس 4 هتساوي ام في ام في السبعة، السبعة اللي هي التيار، التيار بتاع الابتدائي في 7. يبقى معادلة ذاتها موجود 1 في ام. اذا هنجيب الام في طرف، هنقسم على 7، والقيمة دي كلها بهذا الشكل. نقدر نجيب معامل الحس، نقدر نجيب معامل الحس المتبادل، وحدة قياسه هنري. بعد كده المطلوب التاني، احسب متوسط قوة الدفع. خلاص نقدر نجيب قوة الدفع بتساوي سالب ام في دلتا اي على دلتا تي. الام جبناها طبعا بالآلة الحاسبة، بتطلع ان معامل الحس الذاتي 7 من 100، 7 من 100 نعوض عنها بسبعة من مية في تغير التيار كان 7 على خلال زمن 3 من 10 ثانية، وبالآلة الحاسبة تطلع قوة الدفع المستحسة
هتساوي باستخدام الحاسب بستخدم 1.63 فولت. كده انتهت المسألة بالشكل ده.